الحقيقة يعني لسنا في حاجة إلى تشخيص نظري لما جرى منذ 25 يناير، لأن الكل شارك وتابع ما جرى على أرض الواقع بالفعل. لكن الذي يطيل من عمر المرحلة الانتقالية في مجموعة كبيرة من العوامل اللي ممكن تطيل من عمر النشاط الرهيب اللي احنا بنعيشه لجماعة الإخوان المسلمين، لكن أهمها في الحقيقة في تقديري المال السياسي. إن المال السياسي اللي بنسميه المال السياسي أو التمويل بيلعب دور خطير جدا في استمرار الوضع اللي احنا شايفينه وعايشينه، لأنه بلا تمويل ومن جهات عديدة يشل نشاط الجماعة فورا. المال بيتدفق كل يوم على أفراد الجماعة، ولكي يعني نكون منصفين، المال يتدفق أيضا على جماعات منظمات مدنية أخرى. الكل يعبث بمستقبل هذا الوطن للأسف الشديد. لكن قصة الجماعة مع التمويل بدأت مبكرا، بدأت منذ سنة 1928، وتشير الوثائق الحقيقة إلى أنه حسن البنا بعدما أسس الجماعة اتجه إلى شركة قناة السويس وحصل منها على تمويل. وفي مذكرات الإخوان المسلمين في إشارات إلى أنه هو يعني برر حصوله على التمويل من جماعة الإخوان من شركة قناة السويس بأن الشركة مصرية والقناة مصرية، وأنه لا يوجد ما يمنع من الحصول على هذه الأموال لخدمة مصر هكذا يعني.